المؤمن الذي في هذه الدنيا يقوم لصلاة الفجر، يترك الطعام والشراب، يصلي ويسجد ويركع، يجاهد في سبيل الله، يؤذى من أجل الله جل وعلا، التي تصبر على حجابها وسترها فتؤذى في هذه الدنيا، الذي ينفق أمواله لله، متى يرتاح هذا المؤمن ومتى يرتاح العبد في هذه الدنيا؟ الدنيا فيها راحة لكنها ليست كاملة، مشوبة بكدر. إذا متى تكون الراحة الحقيقية؟ لا تكون راحة إلا عندما يضع المؤمن قدمه في جنة الله عز وجل، هنالك تكون الراحة، هنالك يكون النعيم الذي لا بؤس بعده. أما في هذه الدنيا فليس هناك نعيم كامل ولا راحة مطلقة، الكل يعيش في هذه الدنيا في كبد، المؤمن وغير المؤمن، لكن المؤمن موعود بجنة عرضها السماوات والأرض. فما قصة هذه الجنة؟ ولنتكلم في طرف من أوصافها، وأقول طرف لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فجأة يتجمع الناس عند ربهم عز وجل، الكفار قد سيق بهم إلى جهنم، بقي أهل الإيمان فيهم المنافقون، يضرب بينهم بسور له باب فيعزل المنافقون عن أهل الإيمان، يدخل المنافقون إلى جهنم، فلا يبقى إلا الخلص، إلا الموحدون، إلا المؤمنون، انتهى حسابهم وبقي أمر الآن. ما هو؟ أن تسوقهم الملائكة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سنذهب إلى الجنة؟ نعم، الآن ستذهبون إلى الجنة، الجنة التي قرأنا عنها والتي سمعنا بها. نعم الجنة، سندخل الآن إلى القصور ونرى الأنهار ونرى الأشجار والجنان. نعم، الآن هو وقتها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات، كل أمة مع من كان مثلها في هذه الدنيا، تساق المجموعات إلى أين؟ إلى جنة تتلألأ ريحها، يخرج من مسيرة كذا وكذا سنوات، سنوات مسافة فقط لشم رائحة الجنة، كيف بالجنة نفسها؟ يتقدمهم من؟ الأنبياء، على رأسهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا هذا الوفد، تخيلوا وفدا، المجموعة الأولى وجوههم كالقمر ليلة البدر، على رأسهم الأنبياء، معهم النبي الصديقون، الشهداء الصالحون من هذه الأمة والأمم السابقة، يساقون إلى أين؟ إلى جنة لها ثمانية أبواب، ليست سبعة كجهنم بل ثمانية أكثر، ما بين مصراعي الباب، طرفي الباب. ما حجم هذا الباب؟ كل باب ما بين طرفه والطرف الآخر مسيرة 40 سنة. تخيلتم 40 سنة مشي ركض، مسيرة ملك، إنسان، جواد، الله أعلم، لكنها 40 عاما بين طرف الباب والطرف الآخر. وسيأتي عليه يوم وإنه لكظيظ مزدحم من كثرة الأمم التي تدخل إلى الجنة. في ذلك اليوم نسأل الله أن نكون وإياكم مع ذلك الوفد الذي وصل إلى الجنان والأبواب لا زالت مغلقة. الناس تتساءل، ما هذا الباب؟ هذا باب الريان للصائمين فقط، ما هذا الباب؟ هذا باب المجاهدين، ما هذا الباب؟ هذا باب المصلين، ما هذا الباب؟ هذا باب المتصدقين. لكل ميزة تميز بها الإنسان باب، ومنهم من ينادى من بابين، كثير صلاة وكثير صيام، منهم من ينادى من ثلاث، منهم من أربع، ومنهم من ينادى من أبواب الجنة الثمانية. منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينادى من أبواب الجنة الثمانية. ما أجمله من موقف، ما أحلاه من مشهد، أبواب الجنة مغلقة والناس ينتظرون أن تفتح هذه الأبواب، لينظروا إلى ما كانوا يسمعون به، ليشهدوا ذلك النعيم الكبير. يخرج من؟ أفضلهم،
وخيرهم خير الأنبياء والرسل سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يخرج من بين الناس لأنه الذي أذن له أن يتقدمهم، فيأتي إلى باب من أبواب الجنة والأبواب مغلقة والناس يشهدون، فيأخذ بحلقة من حلقاتها فيضرب الباب بالحلقة. الله أكبر، ما أجمل ذلك الوقت، يسمعه من؟ خازن الجنة رضوان، ملك يقول: من أنت؟ فيقول بكل تواضع بكل أدب، يقول: أنا محمد. ما يقول: أنا رسول الله، أنا نبي الله، يقول بكل أدب وتواضع: أنا محمد. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، ألا أفتح لأحد قبلك، الجنة لا تفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أبواب الجنة تبدأ بالتفتح، تفتح أبوابها. تخيل إن كنت في الوفد الأول، تخيلي إن كنت في الفوج الأول مع الأنبياء والرسل، تخيلوا ماذا سنشاهد في ذلك اليوم، أي نور سيخرج من تلك الجنة المتلألئة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه الدنيا في الجنة لا شيء لا شيء. إلى الآن ما دخل المؤمنون إلى الجنة، لأنهم سينادون بأسمائهم وستبدأ الأمم بالحشود، تدخل إلى الجنة. تستقبلهم من؟ تستقبلهم ملائكة الرحمن. كلما دخلت أمة من الأمم تناديهم الملائكة فتقول: سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. صبركم على الجوع والعطش الآن النتيجة، صبركم على صلاة الفجر وقيام الليل الآن المكافأة، صبركم على حفظ القرآن وتلاوته الآن الأجر، صبركم على الإنفاق في سبيل الله وعلى العرق في سبيل الله الآن جاءت النتيجة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تخيل يا عبد الله، تخيل يا أختي الفاضلة، ما هي أرض الجنة؟ ما هي سماؤها؟ كيف تكون أنهارها، قصورها؟ من بعيد كيف سنراها إذا كانت قد بنيت من ذهب، ليس ذهب الدنيا، ذهب الجنة وفضة؟ وتخيلوا إذا الجنة سمي ما فيها ذهب، الجنة كلها ترابها أغلى من الدنيا بما فيها، فكيف إذا وصفت قصورها بأنها من ذهب من فضة وتمسح بالمسك؟ ما أجمل هذه القصور، وما أحلى هذه الخيام، خيام من لآلئ. فقط تخيلوا المنظر، خيام من لؤلؤ داخل هذه الخيمة، طولها 60 ميل. كيف سيكون شكل هذه الخيمة؟ هذه الخيمة كيف بقصورها؟ ولندخل ولنتخيل جنة عرضها السماوات والأرض، مهما بلغ بنا الخيال فالجنة أحلى وأجمل وأعظم من هذا بكثير. تخيل يا عبد الله أنك دخلت الجنة، تخيلي أختي المؤمنة أنك من أهلها. أول ما تدخل الجنة أين تريد أن تذهب؟ يعرف أحدنا منزله في الجنة قصره وخيمته كما يعرف منزله في الدنيا يدل طريقه. ها
هل ستذهب إلى قصرك مباشرة؟ أم أنك تريد أن تمر على خيمتك فترى ما فيها من أهلين؟ أو أنك ستذهب إلى ضفاف الأنهار في تلك الجنة، نهر مسكوب يجري، ونهر يتفجر نضاخ، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل مصفى. ما أجمل هذه الأنهار، وما أحلى هذه العيون. تخيل أنك تجلس على ضفافها، عيني يشرب بها عباد الله، عيني يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا. تخيل يا عبد الله أنك تشرب من الكوثر أو من السلسبيل أو من تلك الأنهار الجارية، خمر لا يذهب العقل. تخيل نهرا من لبن، فقط تصور، أو نهرا من عسل. يا الله، ما أحلاه وما أجمله. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. عينك تتلذذ بالمناظر، ونفسك كلما اشتهت شيئا جاء إليك ولا تسعى إليه. في الجنة ليس هناك شمس. يا الله، ما في شمس، إذا من أين النور يأتي؟ نور يأتي من سقف الجنان، وما سقف الجنان؟ إنه عرش الرحمن جل وعلا، يأتي من قبله نور يضفي على الجنة كلها. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يعني مو بس ما في شمس، ما في زمهرير، ما في برد، جو جميل معتدل طوال الوقت، ينعم الإنسان ولا يبأس، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. شباب كل الناس، أنت وآباؤك وأجدادك وأولادك في عمر واحد، 30 أو 33 سنة، هذه أعمار الناس كلهم. يدخلون الجنة مع من؟ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. تخيل الأسرة كلها اجتمعت، الأب، الأم، الجد والجدة، الأولاد، الأحفاد، الأزواج، الإخوة والأخوات، العوائل كلها تجتمع مع بعضها، يعرف بعضهم بعضا. وتخيل شلون كلهم عمر واحد. يا الله، أنت وأبوك وجدك بعمر واحد، وأنت وعيالك وأحفادك بعمر واحد، كلهم في سن الشباب، لا يفنى شبابهم، صحتهم ما تتغير، يجلس بعضهم مع بعض. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. ما أحلى تلك الجلسات، يجلس الصالحون مع بعضهم البعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يجلسون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. تذكرون لما كنا في الدنيا خائفين؟ تذكرون لما كنا نحج ونصوم ونصلي ونقوم الليل ونبكي من خشية الله؟ الآن رحمنا الله جل وعلا. أي طعام تشتهيه؟ إذا رأيت طيرا، وهناك طيور تطير في الجنة، اشتهيت طيرا يطير في الجنة، تشتهي لحمه؟ ينزل لك مباشرة، يطبخ لك ويشوى كما تشتهيه، ثم يقرب إليك من قبل غلمان مخلدون، خدم يقربون إليك الطعام. وفاكهة مما يتخيرون. اختر أي فاكهة تنزل إليك من الشجرة مباشرة، أنت ما تصعد، هي تنزل إليك وأنت على الأريكة جالس. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. يأتي الرجل إلى قصره فيرى زوجاته ينتظرنه من الحور العين. تعرف الحورية لو اطلعت إلى الأرض شو تسوي؟ تضيء ما بين السماء والأرض، خمارها، قطعة القماش على رأسها خير من الدنيا وما فيها. تلبس الحورية 70 حلة، 70 ثوب تلبسه، كل ثوب أجمل من الثاني، يرى مخ سوقها، عظم ساقها يرى من وراء
اللحم ومن وراء الحلل ترى مخ أي عظم ساقها. يا الله ما أنعمها ما أجملها، يعانقها المؤمن في الجنة 40 عاما لا يتركها، من جمالها ومن يعني الحب الذي بينه وبينها، وهو يعانقها إذ يبرق نور فينظر يقول ما هذا النور، أهو ملك، أهو ملك من الملائكة، فتنظر إليه فإذا هي حورية أجمل من الأولى، أجمل من الأولى بكثير، تقول أنا من المزيد، فيذهب إليها فيأتي نور يظنه رب العزة جل وعلا من عظم هذا النور، فيقول ما هذا، فإذا هي زوجته في الدنيا أجمل من الحور العين كلهن، هي سيدة على الحور العين، يتمتع بقصره، يتمتع بخيامه، يمشي تحت ظلال الأشجار. سمعت بظل شجرة في الجنة؟ أولا الجنة كل أشجارها ذهب، غصونها ذهب، تخيلت في الجنة شجرة تحتها ظل، تقول لي ظل بدون شمس؟ نعم، لأن النور كما قلنا يأتي من العرش. هذه الشجرة تحتها ظل، يمشي الراكب، الراكب يمشي تحت ظل الشجرة على فرس 100 سنة، 100 سنة ما يقطع ظل هذه الشجرة، تخيل أنك تحت ظلها، ما أحلى الجو وما أجمل المنظر وما أجمل هذه الجنان والأفنان، أنت جالس في جنة عرضها السماوات والأرض، تربتها شفت تربتها الجنة، لو تحمل بظفرك شيء من تربة الجنة تطلع برا الجنة تدري شو يصير؟ تزخرفت خوافق السماوات والأرض، الكون كله يتزخرف لو تشيل شيء بظفرك، أسوار واحد من أساور أهل الجنة من ذهب وفضة يلبسون، حتى الرجال أساور من ذهب وفضة وحلل من حرير، تخيل لو أسور واحد يطلع من الجنة ليطمس نور الشمس والنجوم كلها من نوره، هذه الجنة، هذا طرف، طرف من نعيمها. لا شيء مما ذكرت ذكر لنا في السنة أو القرآن، الجنة أعظم أعظم من هذا بكثير. فجأة وهم متنعمون إذ يؤتى لهم بكبش، كبش فيقال لأهل الجنة تعرفون ما هذا؟ يقول النعم إنه الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، خلود فلا موت. يا سائلا هل أستريح أنا هنا أم أن دنيانا طريق قد قصر، لا تسترح واعمل بعمرك جاهدا في جنة راحتنا والمستقر، في جنة راحتنا والمستقر. من الماضي شبك ومشاهد الأيام فيها حكمة، تهدي لنا درب النجاة لنتجه. وأهل الجنة يتنعمون في نعيمهم، أنهارهم، أشجارهم، بيوتهم، حورهم، وهم يتنعمون في الجنة إذ سمعوا المنادي يناديهم يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة، يشرئبون يرفعون أعناقهم يخافون أنهم سيخرجون من هذه الجنة، فيناديهم المنادي فيبشرهم ببشارة أخرى،
ما هي البشارة وهم في نعيمهم وجنتهم؟ يقول لهم الملك: إن ربكم جل وعلا يستزيركم، أي يريد زيارتكم له. يا الله، الله جل جلاله، الله العظيم يريد أن يزوره أهل الجنة، فتأتي النجائب والمراكب تأتي إليهم فيستوون على ظهورها، فيذهبون مسرعين إلى المكان الموعود. إنه الوادي الأفيح، ريحه، عبيره من مسك مفروش، هناك منابر من لآلئ، منابر من نور، هنالك من يجلس على الأرض وعلى المسك الأفيح، كل في مكانته ومنزلته. الأنبياء، الصديقون، الصالحون، الكل قد تجمع في مكان واحد. تخيلوا كم عدد أهل الجنة. يا الله، ما أجملهم وما أحلى منظرهم، ينتظرون أجمل لحظة في تلك الجنة. أي لحظة؟ زيارة الرب عز وجل. فجأة وهم ينتظرون يستمعون، فإذا بصوت ربهم يسمعونه. يا الله، الله يقول لهم: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، السلام عليكم. من الذي يسلم؟ إنه السلام. السلام يقول لأهل الجنة: السلام عليكم، في دار السلام. فيرد أهل الجنة على ربهم فيقولون: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويبدأ الحوار بين الرب عز وجل الرحمن الرحيم الذي رحمهم فأدخلهم تلك الجنة، الذي أنعم عليهم في الجنة ما أنعم. يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فأي شيء نريده بعد هذا؟ يا رب، أدخلتنا الجنة ورضيت عنا. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فلما أن علموا أن الله عز وجل ليس بتاركهم حتى يطلبوا شيئا، فيقولون: يا رب، نريد شيئا واحدا. ماذا تريدون؟ نريدك أن ترضى عنا يا رب. شوف الأدب من أهل الجنة. فيقول الله عز وجل: يا عبادي، يا عبادي، لو لم أرضى عنكم لم أدخلكم جنتي هذه، فسلوني، يعني اطلبوا شيئا آخر، ولن يتركهم الرب عز وجل. فلما علموا أن الله عز وجل ليس بتاركهم، وهم ينتظرون أغلى نعيم في الجنة، وأعظم ما في الجنة، وأجمل وأحلى ما في الجنة، الآن جاء وقت السؤال. قالوا: يا رب، يا رب، على لسان واحد: أرنا وجهك ننظر إليه، أرنا وجهك ننظر إليه. هذا الذي يريدون، هذه غايتهم، هذا مطلوبهم الأكبر. فيكشف ربنا الحجاب. تخيل أهل الجنة ينظرون إلى من؟ إلى الخالق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كل منهم ينظر كما يرى أحدنا القمر ليلة البدر، يعني ما في زحام، كل واحد من أي مكان يرى بغير مزاحمة، بغير حجاب. ينظرون إلى من؟ إلى خالقهم جل وعلا، إلى ربهم الرحمن الرحيم. يا الله، ما أحلى ذلك النعيم. لن يعطى أهل الجنة نعيما أعلى وأجمل من هذا النعيم. إنها الزيادة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هناك زيادة على نعيم الجنة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. يرجع بعد هذا أهل الجنة وقد ازدادوا حسنا وجمالا، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الواحد شكله ضحك، استبشار،
فرح من شدة ما حصل عليه من نعيم في الجنة. هذه الجنة هي غاية كل مطلوب. كل إنسان له غاية في الدنيا، لكن أعظم غاية أن يرجو الإنسان جنة الله عز وجل. كان النبي يجعل في صحابته الهمة، قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لا تطلبوا أي جنة، لا ترضوا بأقل جنة، بل خل تكون همتكم أعلى الجنان، فإنه أعلى الجنان وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، إنه الفردوس. يأتي إلى رجل يوضئ النبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: سلني حاجتك، شنو تبي؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. يأتي رجل أعرج، عمرو بن الجموح، إلى رسول الله يريد الجهاد، يقول: يا عمرو، الله عذرك، أنت مو مكتوب عليك الجهاد. قال: أريد أن أطأ بقدمي هذه، قدم واحدة، أريد أن أطأ بها الجنة. فدخل في أحد وقاتل حتى قتل. يقول النبي: رأيته يمشي على رجلين صحيحتين في الجنة. هذا جعفر الطيار، قطعت يده اليمنى في مؤتة، ثم مسك الراية باليسرى فقطعت، فاحتضن الراية بجسده، فتكسرت الرماح عليه وهو يقول: يا حبذا الجنة، يا حبذا الجنة، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. مات وقد تكسرت الرماح على ظهره. يقول النبي: رأيته يطير بجناحين في الجنة. اللي يبي الجنة ركعتين آخر الليل، صلاة الفجر وسنة الفجر. من أراد الجنة يحافظ على الصيام حتى في غير رمضان. من أراد الجنة فليحرص على تقوى الله عز وجل، على طاعة ربه جل وعلا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من أراد الجنة كيف ينام؟ عجبت للجنة كيف نام طالبها. وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. مهما كنت شاهد.